الغدة الدرقية هي غدة أحد الغدد الصماء الهامة في الجسم، والموجودة في مقدمة الرقبة على شكل فراشة مكونة من فصين أيمن وأيسر، ويوصل بينهما مضيق يسمى بالإزمس. نعم. تقوم بإفراز هرمونين في غاية الأهمية في الجسم، هما هرمون الثيروكسين، وهذا الهرمون هام لجميع أيض خلايا الجسم، أو هرمون الكالسيتونين، وهو هرمون هام في عملية أيض الكالسيوم.